هنبدأ مع النادي الأهلي اللي خسر قدام النجم الساحلي التونسي 1-0 في تونس. الأهلي خسر بجزاء مشكوك في صحتها بنسبة 100%. هي قدامنا دلوقتي هنشوف ضربة الجزاء قدامنا، يعني 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 هنقول إيه، مش مشكلة. دي لقطات، دي لقطات زي ما احنا شايفين من المباريات المختلفة. الأهلي قدم مباراة سيئة فنيا، على الرغم من كده الأهلي ضيع فرصة كبيرة، فرص كتيرة لعماد متعب وصالح جمعة. الأهلي قدر، الأهلي فقد صدارة المجموعة لصالح النجم، عنده دلوقتي 7 نقاط والنجم عنده 9 نقاط. وكلنا مستنيين لقاء الملعب المالي والترجي اللي اتلعب امبارح شوطه الأول، ولكن تم الغاء الشوط الثاني وهيتلعب شوط ثاني لوحده ان شاء الله اليوم. طبعا كانت بسبب الامطار، امطار قويه جدا في مالي. الشوط الثاني هيتعاد النهارده ان شاء الله، والترجي كان كسبان 1-0، يعني هيبقى شوط لوحده بمباراه لوحدها في يوم مستقل لوحده.